إيهاب نافع مولود 1 سبتمبر 1935 وتوفي 30 ديسمبر 2006 يوم إعدام صدام حسين، ممثل وضابط مخابرات مصري، تخرج في الكلية الجوية وقدم آخر أفلامه عام 1994 وكان باسم لصوص 5 نجوم، وله ما يقرب من 20 عملا فنيا. كان يعتبر نفسه ممثل بالصدفة، ودائما ما كان يقدم نفسه على أنه ضابط طيار. قال في أحد الحوارات: سأعمل كل جهدي للالتحاق بطيران الشرق الأوسط وأرجو أن أوفق بذلك، وساعتها سأقول وداعا أيها الفن. إيهاب نافع وسيم جدا، كان مشهور جدا، وهنا بعد ما كبر برضه لسه وسيم. وقال إيهاب نافع نصا في مذكراته: كنت صديق عزرا ويزمان قائد القوات الإسرائيلية الذي أصبح رئيسا لإسرائيل فيما بعد. وهو من مواليد حي الموسكي بالقاهرة، وكان في ذلك الوقت يسهل لي إجراءات السفر لإسرائيل للقيام بالمهام السياسية، وكان يساعدني اعتقادا منه بأنني عميل مزدوج، فكنا نتبادل المعلومات العسكرية، بمعنى أنني كنت أعطيه المعلومة وأحصل في الحال على معلومة مقابلة. وكانت المخابرات المصرية تريد من خلال إحدى هذه المهام التي كلفتني بها أن تعرف وتتأكد من أن الممر الذي تقيمه إسرائيل بطول 7 كيلومتر للطائرات السريعة تم إنشاؤه أم لا. وقال أنه قام بتوصيل خطاب سري للرئيس الراحل محمد أنور السادات من وولتر مونديال رئيس الكونغرس الأمريكي في ذلك الوقت، تؤكد فيه الإدارة الأمريكية تعويض السادات عن كل التنازلات التي سيقدمها لإسرائيل مقابل اتفاقية كامب ديفيد. واستغل عمله الفني لدخول عدد كبير من الدول للحصول على معلومات مخابراتية دون أن يثير شكوك رجال المخابرات في هذه الدول. وقال أنه رغم علاقته القوية بعبد الناصر إلا أن السادات أشجع من عبد الناصر لأنه استلم قيادة المركب وهي بتغرق وعومها على حد قوله. وقال أن المسؤول الوحيد عن نكسة 1967 هو جمال عبد الناصر، وذكر في أحد الحوارات: الفريق محمد صدقي محمود قائد القوات الجوية كان بيطلب دايما فلوس لكي يقوم ببناء دشم لحماية الطائرات، وكان رد عبد الناصر: ما عنديش فلوس، مع أنه من المفترض قبل أن تفكر في شراء أي طائرة لابد أن تبني لها دشمة. قال أن المذكرات الخاصة به والتي تحمل عنوان لعبة الفن والمخابرات، مذكرات الطيار الفنان إيهاب نافع، ظلت لمدة 6 أشهر في المخابرات العامة لتحليلها وتنقيحها، والنسخة الموجودة هي النسخة المنقحة والتي أجازتها المخابرات المصرية. قال أن عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية في ذلك الوقت قال له: أنت ابن حقيقي من أبناء الجهاز. هنشوف بقى موضوع زواجه ب10 نساء. تزوج إيهاب نافع للمرة الأولى في حياته من الدكتورة ألفت بعد أن تعرف عليها في نادي المعادي، ونشأت بينهما قصة حب. لكن بعد الزواج حدث بينهما الكثير من المشاكل فطلقها بعدما أنجبت منه أيمن والذي يعمل طبيبا جراحا. كان زواجه للمرة الثانية من الفنانة ماجدة عام 1963، وهو العام الذي عرض فيه أول فيلم سينمائي يجمعهما الحقيقة العارية، وهو أول في أفلام إيهاب نافع أيضا. وكانت ماجدة في ذلك الوقت نجمة ولها رصيد مميز من الأفلام تمثيلا وإنتاجا، فكانت سببا مهما وراء اشتغاله بالسينما وترقية عمله الأصلي كطيار. وجمعهما خلال مشوارهما السينمائي 4 أفلام فقط، وأسمر زواجهما عن ابنتهما الفنانة غادة نافع، وانتهى التعاون الفني بينهما بانفصالهما. لم تتزوج الفنانة ماجدة واكتفت بالعمل الفني، بينما تزوج نافع من 8 زوجات بعدها واختفى من الساحة الفنية، وبعد انفصاله عن ماجدة ترك مصر وسافر إلى بيروت. ودي صور نادرة مع بعض.
من خلال أعمالهم السينمية المشتركة. وهنا اللي في النص دي بنتهم غادة نافع، هنا في فرحه، هنا في فرح بنتهم غادة نافع، هو اللي واقف ورا بعد ما تقدم بيه السن ولبس نظارة. هنا غادة نافع مع والدتها الفنانة الكبيرة مجدة. تزوج إيهاب نافع هناك في بيروت للمرة الثالثة من امرأة أسترالية، فبعد استقراره هناك شارك ببطولة أفلام سينمائية تجارية، وفي أحد الأيام تعرف على هذه المرأة على حمام سباحة أحد الفنادق، وتزوجها عام 1968 وسافر معها لأستراليا، حيث قدم مسلسلا تلفزيونيا ناجحا وحصل على الجنسية الأسترالية بعد عرض حلقتين منه. وإلى جانب عمله الفني في ذلك الوقت، كان رجل أعمال معروفا حيث يتاجر في الأخشاب والأسلحة التي كان يقوم ببيعها لدول عربية مهمة. ثم حدث الطلاق بينهما بعد أن جابت له زكريا وجوهرة، اللذين سافرا إلى مصر وعمل فيها لفترة، ثم عاد إلى والدتهما في أستراليا. أما زوجته الرابعة فقد كانت صحفية خليجية تعرف عليها في الإسكندرية، ثم تزوجها وتم الطلاق بينهما بعد 12 شهر فقط. حياة حافلة. ولم يكن يستطيع إيهاب نافع أن يعيش بدون نساء في حياته، فبعد طلاقه من الصحفية تزوج من أمريكية من أصل ألماني تدعى مونيكا. تعرف إليها في اليونان، إذ كان حينها أحد المساهمين في شركة طيران في أثينا، وكانت الشركة تقيم حفلتين في السنة للشخصيات المهمة. وكانت مونيكا من ضمن الحاضرين، وتحدثت طويلا، وفي نهاية الحفل دعاها إلى لندن. تزوجها هناك وكانت في العشرينيات من عمرها لتصبح الزوجة الخامسة. وعلى الرغم من أنها كانت تحبه، إلا أن والدها أقنعها بأن إيهاب نافع سيطلقها عندما تبلغ الثلاثين من عمرها، ففضلت أن تطلقه هي، وأرسلت له ورقة الطلاق عام 1982. أما زوجته السادسة فزواجهما لم يستمر سوى شهرين فقط، وهي من الأردن، وتعرف إليها هناك، وكانت متدينة وملتزمة ولا تعترف بالصداقات الأوروبية، فقرر الزواج بها واتفق على أن يعيش أسبوعا في الأردن وثلاثة أسابيع في لندن، لكنها بعد شهرين رفضت أن تذهب إلى لندن فطلقها. أما زوجته السابعة فنستطيع أن نقول أن زواجه منها تم بغرض الحفاظ على سمعتها، كما ذكر في مذكراته، وهي أرملت صديقه رأفت الهجان حيث تزوجها، لأن بعض الناس ذكروا أنه يرافقها، فلم يجد أمامه سوى أن يتزوجها، خاصة أنه كان في هذه الفترة مبتعدا عن النساء. واستمر زواجهما 7 سنوات، عاش مع 5 منها وهجرها لمدة عامين، ثم عاد إليها لمدة عام ثم طلقها. خلال فترة العامين اللذين انفصل فيهما عن أرملة الهجان، تزوج للمرة الثامنة من فتاة عمرها 19 سنة، وطلقها بعد 3 شهور، لأنها كانت توقظه من النوم كل يوم قبيل الفجر لتذهب إلى الديسكو للرقص، وكان هو بعكسها يميل للحياة الهادئة. أما زوجته التاسعة فهي آمال القاضي، وتزوجها عام 1990 لمدة 7 سنوات، وكان يقيمان خلالها في فيلا المعادي المملوكة له. وتزوج للمرة العاشرة من فتاة كانت تصغره بنحو 20 سنة، لكنه اكتشف أن سلوكها سيء بعدما أخبره بذلك أمن العمارة، فطلقها بعد 3 شهور. قبل أن يفارق الحياة، كانت الفنانة ماجدة في الجزائر تتسلم درع المجاهدين في حفل تكريمها، وبعد أن وصلت لمطار القاهرة وجدت من يخبرها بمرض زوجها السابق ووالد ابنتها، فتوجهت مباشرة للمستشفى حيث يرقد الفنان إيهاب نافع ليفارق الحياة، وهي بجواره تسانده وتؤازره كما حدث في بداياته الفنية. وتوفي في 30 ديسمبر 2006 في مستشفى القوات المسلحة عن عمر يناهز 71 عاما، وهو نفس اليوم الذي تم إعدام صدام حسين فيه. وهنا صورة نادرة لماجدة مع بنتها غادة نافع،
لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكم.